أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية أبواب منفذ كرم أبو سالم لليوم الرابع أمام الشاحنات المصرية، ولم تسمح بدخول أي منها، وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. هذا وتمارس قوات الاحتلال أقصى درجات العنف والتعسف ضد الشاحنات من خلال عرقلة دخولها لإنقاذ المدنيين والنازحين بقطاع غزة. للمزيد من التفاصيل يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية بالفعل يعني معبر رفح البري شهد اليوم عدة انفجارات متعددة قادمة من الناحية الأخرى. هذه الانفجارات يعني على حسب ما سمعنا قادمة من الناحية الشرقية، وهي الناحية التي يتمركز فيها النازحين الفلسطينيين الذين جاءوا من وسط وشمال قطاع غزة هربا من الحرب. على صعيد المساعدات الإنسانية لليوم الخامس على التوالي لم تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي بدخول أي من الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية أو إنسانية أو حتى شاحنات للمحروقات، وبالفعل توجهت اليوم حوالي 109 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية إلى منفذ كرم أبو سالم عبر معبر رفح البري، وبالفعل كل هذه الشاحنات عادت مرة أخرى بكل حمولتها إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. إذن نحن أمام وضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، وأكثر تعقيدا بسبب الإجراءات التعسفية الكبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من نقص كبير في الإمدادات الغذائية والطبية والدوائية، وهو الأمر الذي حذرت منه مكتب شؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بقطاع غزة، وأكدت أن شهر سبتمبر المنصرم كان من أسوأ الشهور فيما يخص الإمدادات الخاصة بالمواد الغذائية والطبية والدوائية. أيضا تقرير منظمة الأمم المتحدة الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي أيضا كان له تحذيرات وأطلق تحذيرات متعددة فيما يخص الاستعداد لموسم الشتاء القادم، وحذر من أن عدم توافر المستلزمات الخاصة بالخيام سوف يؤدي إلى نزوح المئات، وأيضا يمكن أن يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات بسبب عدم الاستعداد لموسم الشتاء القادم. هذا هو المشهد لدينا مشاهدينا الكرام، وأعود إليكم مرة أخرى.